أدرى بنادي الشارقة. نعم. ومع الأسف يعني الآن أنت بتعطي دعم بس تريد نتائج، لكن الظاهر أن في مدرب يجيبونه خلال كم من شهر، وطبعا غيروه ودفعوا له حقوقه حسب التعاقد، وشوف كم من الملايين اندفعت، جابوا واحد ثاني. هذه طيب من المسؤول عن هذا؟ ترى نحن اللي ندفع الملايين. صحيح. وبعد جاب لاعب وجلس على الدكة وجاب واحد، طيب ترى هذا بالملايين، طيب من المسؤول هذا اللي قاعد يبذر هالأموال؟ أنا ما أشوف عطاء. ومع الأسف يعني أولا أنت اللعيب اللي عندك أبناء البلد، يعني إن شاء الله يعطي مقابل الأجنبي النص، لكن أكرمه ليش ما تكرمه؟ هذه كلها أخطاء في نادي الشارقة والإدارة الموجودة، ولا أستثني حد، أنا أقول كلهم، لأنه ما نريد نقول فلان وفلان فلان. لأن القرار يتخذ جماعي، على لاعب جديد يتخذ جماعي. هل نحن إذا نبغي نحاسب نروح نشوف في محضر الاجتماع من اللي وافق ومن الذي عارض، بنشوف الصالح من الطالح في هذه الحالة. لكن أنا صار نحن كم من سنة نحن ندعم، وكل الفلوس لما تجي يعني دعمنا كله رايح غرامات حق مدرب، وصرفنا عليه وعطينا كامل حقوقه باقي له سنة ونص كم. يعني أنا أقولها صراحة، لا مسألة مدرب، لا مسألة لاعب، مسألة إدارة. ونحن ما نريد نتدخل، يعني نقول يلا كل يوم بنغير إدارة كل يوم، لكن نقول أمل فيهم. وكل ما تكلمنا لا والله يا شيخ هذين زينين فيهم البركة، الحين عاد اللي قالوا لي فيهم البركة بهم يشوفون. الآن في هذه الحالة لابد أن يكون هناك حزم في التعامل وفي صرف المبالغ وصرف الفلوس والعناية باللاعب المواطن، وكذلك يعني في الإدارة يقول ما حك جلدك مثل ظفرك، هذيل لعيبة النادي الأصليين. أنا زمان كانوا فيه اثنين لعيبة أنا ما أبغي أذكر الأسماء، وجبتهم ودفعت عنهم حتى عليهم غرامات وعليهم ديون وجبتهم، قال اشتبابهم شيخ هاي ما فيهم خلاص مخلصين. قلت له لا، أبا فكرة وخبرتي.